عليها ونظرنا وغنظروا عليها غير يستدعى الامر. ديك المنحه جبناها حيت كنسالوا فيها، حيت ديك المنحه تخصصات التعليم على اساس اننا ناخذوا ديك المنحه نتنقلوا بها للكليه. حنا كنا كنتسناو انهم يزيدوا لنا شي 3 مليون اخرى، ولكن للاسف بغاو ينقصوا لنا، يعطيونا 6 مليون، يمكن غيزيدوا لنا شي شويه، غيقولوا لنا هذا العام عطيناكم 9 مليون، العام الجاي غينقصوا لنا عاوتاني شويه غتولي 6 مليون، حيت دابا راه صافتوا 6 مليون، يعني غيصبروا شي شويه غيزيدوا لنا 3، يقولوا لنا صافي راه هذا الشيء اللي عندنا، يصبروا شي شويه عاوتاني يبقاو ينقصوا. طلب العدد ديال الطلاب كيتزايد. الا جيتوا تشوفوا كيفاش كيمشيو، ملي كنتو كتقولوا لنا راه ولادنا، راه نتوما ولادنا، واش عقلتوا على هذه الكلمه؟ نتوما ولادنا، حشومه اننا نخليوكم تمشيو مكرفسين، تمشيو معذبين ذاك الحافله. واجيو تشوفوا اليوم الحافله ديال الطلبه اللي عندها مدخول، باش يقولوا لنا راه عندنا العرس ولا العاج ولا شي حاجه، راه عندكم مدخول وعندكم مداخيل، عندكم مداخيل باش تصرفوا هذه المآزمات اللي كتعيش. ولكن شكون اللي غيصرف هذه المآزمات؟ شكون اللي غيسير هذه البلديه ويحسن السير ديالها؟ ما كاينينش الناس المسؤوله اللي غتسير هاد المرافق ديالها ولا هاد المصالح ولا هاد المؤسسات ديالها. كاين مجموعه من المشاكل، مجموعه من الاختلاسات اللي ذكرها صاحب المداخله المركزيه، يعني بلا ما نذكروها بلا ما نعاودو نقولوها، هادي راه عارفها جميع الطلاب. باش يجيو هاد النهار ويقولوا لنا لا راه الطلبه راهم مزيانين، والطلبة راهم ما كيهضروش على حقهم، الطلبة هاد النهار راهم كيراجعوا، وهاد النهار كان خاصنا نكونوا حتى حنا في المكتبة، حتى حنا خاصنا نكونوا كنقراو كنراجعوا الدروس ديالنا، نظرنا على المكتبة، لا أذانا صاغية، نظرنا على المراجع، ما شفنا منها والو. وعباد الله، والكار اللي كنا باغيين نمشيو فيه للافاك، التحسين العلمي أو ما بغاو يحيدونا، شنو بغيتو؟ واش بغيتو تردو هاد السكينة مكلخة بحالكم؟ واش بغيتو تردو السكينة مكلخة ما كيسواوش، ما كيعرفوش المصالح ديالهم، ما كيعرفوش الحقوق ديالهم؟ واش هاد الشيء اللي باغيين؟ واش هاد الشيء اللي باغيين تبقاو تمروا عليهم القرارات ديالكم وغيبقاو يسكتوا لكم؟ أبدا، ما الطلبة ما كانوا وسيلة لتمرير المقررات، لتمرير المخططات ديالكم ابدا. وهذا الكار ولا هذه المنحه طلبه ديال ازمن غنون النواحي والطلبه ديال كليه سلوان، ما عمرهم غيتراجعوا على هذه النقطه، ما عمرهم غيخليو طلبه ديال ازمن غن بوحدهم. كاينين طلبه اللي كانوا باغيين يحضروا معنا هاد السكن، كاينين طلبه ديال المناطق اخرى للاسف. اقسم بالله العلي العظيم الا ملي كنمشيو للكليه كنشوفوا المناظر، كنشوفوا الكيران اللي باش كيجيو الطلبه ديال المناطق، اقسم بالله الا يشمئز في النفس، يشمئز في النفس اننا حنا كنمشيو واحد لازق في الاخر والطلبه كيجيو مرتاحين وفي الكيران جداد ونقيين. واش حنا ماشي طلاب؟ واش حنا ماشي مواطنين؟ واش حنا ماشي طلبه؟ ما عرفتش، هما عندهم يمكن شي رئيس كيتهلا فيهم وحنا عندنا ما عرفتش شكون. الى حد الان باقيين ما عارفين شكون اللي كيسير هذه البلديه، الى حد الان باقيين ما عارفين شكون اللي كيسير وشكون الرئيس في هذه البلديه. في الوراق راه عارفين شكون، ولكن شكون اللي كيحل المشاكل؟ الله اعلم، المشاكل كتحل من الفوق ولا كيحلها سيدي ربي ولا ما عرف. واجيو للواقع، اجيو للواقع، اجيو للواقع، ناقشوا المسائل. اما تجي عندي من الانتخابات تقول لي لا
راه هادي كاينه هادي ما كايناش. اطلع كاين مستشفى. تحيه نضاليه عاليه شفتوا على يديكم بحراره. تحيه لكل الجماهير. المناضله الصامده في هذا الشكل النضالي كمستجد احد النواب نائب ثاني بالضبط. قد استدعى رئيس جمعيه طلبه زغنغان والنواحي ياخذ بمبادره لجمع الرئيس وكافه النواب والسلطات المكلفه بالنقد للخضوع للحوار يوم الجمعه القادم. انضباطا منا الديمقراطيه التي تؤثرنا وتؤثر الحركه الطلابيه في أزغنغان فإننا سنفتح باب المقترحات ليخرج الطلبة بمقترحات علمية عملية منها المؤيدة ومنها المعارضة طبعا للحوار. وسوف يكون صوت الحق هو صوت الطلبة. فإما أن يكون يوم الجمعة شكل يتخلله حوار إذا وفوا بالوعد طبعا. ونحن نعلم للمجلس البلدي أننا مستمرون بأشكالنا التصعيدية إن لم يخضعوا للحوار. وتحية نضالية عالية. أعتذر صاحب المداخلة وأعتذر من المسلم. أحيي الطالب وأعيد كلمة لصاحبه. نحيي صاحب المستجد اللي هو أنهم دعونا للحوار. نحن أهل للحوار. ولكن شريطة أننا داكشي اللي بغينا يتحقق. داكشي اللي كنضلوا عليه وخرجنا عليه باش نوقفوا هنا نسمحوا في الدراسة ديالنا يتحقق. لذا كنقولوا يا غنختم باش نحل نخلي باب المقترحات. كنقولوا أننا ما بغيناش حلول ترقيعية. باش يسيفطوا لنا نمشيو بحالنا. صافي راه حقنا لكم راه قلنا لكم. بغينا حلول اللي نستمروا عليها وما نتراجعوش هاد المسؤولين على هاد الحقوق اللي اكتسبنا. راه حقوق راه ما كتعطيونا والو من جيبكم. راه حقوق ديالنا يا الله كتعطيونا شويه منها هاك باش تنفس. راه الحقوق ديالنا راه عيب وعار قلت لكم كما قلت لكم. اقسم بالله العلي العظيم الى الجماعات الاخرى ولا المدن الاخرى كيجيو الطلبه ديالهم بالكيران تمشي تصافر بهم للميريكان وغترجع غير هاد الكار ديالنا غتمشي به غير سلوات. شحال من مرات كيسحبوا لينا الطلبه شحال من مره. وحشومه وراعي هاد الطلبه وهاد الطالبات راعي حشومه عليه. لذا لا اوتل على الطلبه غنحلو كما قال المقترحات. اللي عنده شي مقترح يدلي به المقترح اللي غيلقاو طلبة يعني متناسب طلبة وغنتفقوا عليه. أحيي الطالب على مداخلته. إلى هنا نفتح باب المقترحات. اللي عنده شي مقترح. تحية نضالية عالية. ملتم. تحية نضالية عالية مجددا. كملتمس من الطالبات على اساس انه شي وحده تسجل المقترحات وكقوس نستفيد من هذا الملتمس كقوس نعطي التحيه هي تحيه نضاليه من قلب للاعلام البديل في مدينه زغنغان اعلامينا الخاص اعلامينا الشريف والنزيه. ونحن ضد الاعلامات اعلامات المرقه والزقالات علامات المخزن العروبي